السلام الله عليكم جميعا، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال وفي صحه جيده. شكرا لجميع المشاركين والمتتبعين اللي معي في القناه، تشكركم جميعا، تشكركم على تعليقكم اللي تتخليوا ليا، تنقلهم كاملين، تشكركم كلكم. ولاول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش تدعموني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتساهموا معايا بلايك فضلا وليس امرا، وشكرا لكم سلفا. بالنسبه اليوم وصفتنا ديال اللي هي عباره عن خبز ديال الروسيك الفرنسي، هو تيدار غير طبيعي، انا تنضيف فيه المكسرات، تيعجبني بالمكسرات لانه غير عادي، تيعجبني نضيف عليه اضافات مغايره. بالنسبه حتى اللي عنده الوليدات ما تيبغوش ياكلوا ليه المكسرات وهذا، يمكن له يديرها لهم في هذه الخبزه هذه اللي تجي زوينه وسهله. اللي غادي نحتاجوا ليها في المكسرات غير نحتاجوا القرقاع اللي تيتسمى الجوز، انا قطعته على هذا الشكل، هذا قطعته الجوز اللي هو القرقاع. وعندي هنايا الاكاجو، نوع ديال الكاجو اللي ديجا قطعت غير اللي غادي نحتاج، لان يعني ما غاديش نوضع هاد المكسرات كاملين، غنوضع منهم غير شويه شويه. عندي هنايا البيستاج اللي هنا تيسموه في السوق حلبي، هاد صوبتو على هاد الشكل، هذا ش صوبتو. عندي هنا الفول السوداني اللي حنا تنسميوه كاوكاو، كذلك صوبتو على هاد الشكل هذا. هو عندي الزبيب، تنحتاجوا ليه معلقه ديال السكر حبيبات سنيده، تحتاجوا ليه معلقه ديال الخميره حبيبات، تحتاجوا ليه معلقه صغيره ديال الملح، الملح حسب الرغبه، كل واحد شحال تيبغي على حسب الملح اللي تيبغي. بالنسبه للدقيق اللي تنحتاجوا 3 اكواب دقيق، تحتاجوا 3 اكواب ديال الدقيق. تنضعوهم في المصفاه باش نغربلوهم، هاد الخبزة تجي صحية، فيها مكسرات كلهم فيتامينات، على حسب كل واحد شنو أي مكسرات عنده يقدر يديرها. بعد ما غربلنا الطحين ديالنا، تنوضعو فوق منو المعلقه ديال الخميره حبيبات، المعلقه ديال السكر، والمعلقه ديال الملح، تنخلطو مع بعض منهم. هاد الخبزه سهله، ما فيها لا دلك لا العجينه لا حتى شي حاجه، هاد الشكل هذا. تنوضعوا معها المكسرات حسب الرغبه، انا ما غاديش نوضعهم المكسرات اللي حطيت كاملين. تنوضع منهم الحبه لان مش ما يجيوش كثار بزاف. ويمكن لكم ما ديروش فيها المكسرات، تجي غير طبيعيه، انا قلت يفضل بالمكسرات احسن.
حتى نخلطهم كاملين مع بعض. بسم الله نبدا على بركه الله، تنبداو ندعو عليها الماء. تنبدا نوضع الماء، ما بارد ما سخون، يعني دافي لان الجو حار. تنضيف كذلك عليها، دابا ضفنا ثاني كاس، تنجي غير بالفرشيكة ولا اي حاجة تيتحرك بها. هي سهلة ما فيهاش العذاب. غير على هذا الشكل هذا تنخليوها ترتاح ربع ساعة. تخيوها مدة ربع ساعة تجي على هذا الشكل هذا العجين. تخليوها مدة ربع ساعة ونرجعو باش نشوفو كيف ولات، باش نوضعوها في القالب. اللي تقسمنات على هذا الشكل هذا، غادي نبداو نفرغوا الهواء اللي فيها. تنجيبو هاد المول هذا، غادي نوضع ورق الزبده. اللي ما عندوش ورق الزبده يمكن يدهنها غير بالزيت، اللي ما عندهاش تدهن بالزيت. غادي نبداو نفرغوا فيها الخليط، وتنوضعوها في الفران سخون لمدة 40 دقيقة. بالنسبة اللي عندهم الفران عادي 40 دقيقة، اللي عندهم الفران ديال الضو ما بين 40 ونص ساعة، ماكسيموم 45 دقيقة. الفران يكون غير من التحت ماشي من الفوق، من بعد فاش تطيب من التحت عاد تنشغلو عليها الفران ربع ساعة من الفوق. دابا حاليا غادي باش خليوها تختمر تقريبا هكا، يعطيني شوية خليوها تمن شي ربع ساعة عاد باش نوضعوها في الفران. بعد ما خليتها 40 دقيقة على هاد الشكل هذا، دابا غادي نشعلو عليها الفرن من الفوق ما بين 10 دقايق، على حسب كل فرن كان عنده إلا ربع ساعة تجي على هاد الشكل هذا. هادي الخبزة ديالنا ديال روسيك بعد ما طلعناها على هاد الشكل هذا، تنوضعها في كيس، هي سخونة تنوضعها في كيس بحال باش تيتقام ديك الورق ديال الزبدة، وتتشطره ما تتبقاش قاصحة على هاد الشكل هذا. تنضيف تقطيعها، تجي على هاد الشكل هذا من الداخل، المكسرات باينين فيها، تجي هكا زوينة رطبة. بالنسبة اللي بغا ياكلها مقرمشة ياكلها، بس ما يوضعش ورق الزبدة، يوضع فيها غير الزيت، يدهن لاكا بالزيت. اما كهدي على هاد الشكل هذا تجي صحيه، تجي خبزه ريحتها زوينه بزاف. هذا خبز روستيك الفرنسي على هاد الشكل هذا تيجي.
نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنساوش تدعموني بلايك و... الا عجبكم الفيديو نتمنى ينال اعجابكم، ما تنساوش تدعموني بلايك وشيرك والضغط على زر الجرس فضلا وليس امرا. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ولاول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا معايا وتدعموني بلايك وشيرك والضغط على زر الجرس فضلا وليس امرا. تشكركم كاملين، شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، دمتم سالمين.